السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زكريا وبيشا من لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي، متخصصة في دروس الدم عن بعد. في هذا الفيديو جيت نتكلم لكم على كيفاش تراجعوا داك الشيء وتثبتوا المعلومات اللي ديجا اكتسبتوها في الدورة الأولى، وانتم مازال أصلا في الدورة الأولى، كيفاش داك الشيء اللي فات ضبطوه، زائد كيفاش الناس اللي معطلين في الدروس وكيحسوا براسهم أنهم عندهم مشاكل، كيفاش يصلحوا هذا الشيء في أقصر وقت ممكن. غنهضر على الشعبه ديال الثانيه باكسونس مات وكذلك الثانيه باكسونس اكس، و دونك هما كاين واحد التشابه ولكن مش تشابه كبير صراحه، لذلك غنهضر على الثانيه باكسونس مات هما الاولين وغنهضر على الثانيه باكسونس اكس. قبل ما نبدا الموضوع ديالي بغيت نقول لكم باللي التسجيل في البلاتفورم اللي تفهم اكاديمي في المستويات كامله راه مفتوح، اللي بغى يتسجل حتى في الدوره الثانيه التسجيل مفتوح، اللي بغى المهم كيفاش تواصل مع النيميرو اللي كاين في اسفل الفيديو وغادي تاخذوا المعلومات كاملين. بل لو كاين واحد القضيه هي انه اللي تسجل مؤخرا فكيحصل على داك الشيء اللي قبل، سورتو الدروس اللي قبل تياخذوا مجانا يعني من البدايه ديال السنه. بالنسبه للثانيه باك سيونس مات غادي يكونوا قراو هاد الدور، وكاين لي ليميت لا كونتينيتي الاتصال نهايه الاتصال، وكاين لي سميت المتتاليات، وكاين ديريفابيتي واتيد فونكسيون والشقاق ودراسه الدول، وكاين طاف ورول يعني تياخذ بزاف خاص بوفيني ايرول مباراه هنا التزايدات المتاهيه ورول، وكاين الفونكسيون الين والاكسبونونسيال واللينون كومبلكس اعداد عقديه او الكالكول دانتيغال، كاين اللي يكون بدا بالكومبلكس وكاين اللي غيكون بدا بالكالكول دانتيغال وكاين اللي غيكون باقي في الاكسبونونسيال او الالين، دونك على حسب كل واحد فين وصلوا. دونك بالنسبه للناس اللي معطلين فما كاينلاش ترجع للكونتينيتي ولي سبيت، وانت خدام في الان الالين والاكسبونونسيال يمكن لك تخدم وتتذكر داك الشيء ديال ديريفابيتي اتيود فونكسيون. واحد الغلط تيديرو بزاف ديال الناس هي انه تيقول انا الدروس هادو الاولى ثلاثه الاولى ولا اربعه الاولى ما ضابطهمش، وكيكون هو وصل الاستاذ ديالو الالين ولا الاكسبونسيال تيقول خصني نرجع نضبط الكونتينيتي باش نقدر نخدم الالين والاكسبونسيال. لا، ممكن انك وانت خدام في الالين والاكسبونسيال الاسئله اللي كيطرحوا ما هما الا تطبيق ديال الدروس الاولين الاربعه الاولين على الفونكسيون الين، وكذلك في الوطني تطبق هذاك الشيء على فونكسيون الين، يعني باش تربح الوقت اكثر يكفي انك وانت خدام في شي اكزرسيس ديال الين اكسبونسيال وهذا كيقول لك مثلا تيقول لك اتيود ديال لا كونتينيتي ديال هاد لا فونكسيون، فكتخدم انت على ليتيود ديال لا كونتينيتي وكتذكر كذلك كيفاش تبين ان اون فونكسيون كونتيني اون ان بوان، كيفاش تبين ان اون فونكسيون كونتيني سوغ ان انترفال، وكذلك كتحسب لا ديريفي وتذكر القواعد ديال لا ديريفي وكتطبق تيغون زخواس موفيني وكدير ليتيود دو فونكسيون كتحسب لي ليميت البرونش انفيني كلشي كديرو على الالين ولا ليكسبونسيال. وهاد الهضره صالحه حتى بالنسبه للناس ديال تاني باكسونس اكس، تاني باكسونس اكس ما عندهمش طاف رول ما عندهمش هاد الطاف ايرول، وكذلك في الديريفابيتي اوتيود دو فونكسيون ما عندهمش بعض الفقرات، ولكن هاد الهضره اللي قلتها راه صالحه لهم توما. دونك بالنسبه للالين والاكسبونسيال خدموهم وعن طريقهم غتراجعوا الدروس السابقه كامله. هذه قضيه اللي كيتقلبوا فيها بزاف ديال الناس، دونك ردوا البال من هذه القضيه. بالنسبه لينام كومبلكس هو درس مستقل على كاع الدروس هادو، كتلقاو فيه شويه تغلب عليه الطابع ديال التريغونومتري وديال الهندسه، وحتى كتلقاو حتى الفونكسيون اكسبونونسيال كاينه تما بالنسبه لي سيونس مات دي غولاسيون جداد. دونك لينام كومبلكس عالم بوحدو، هذا خصكم تضبطوه بوحدو يعني ما عندوش علاقه، ولكن الكالكول انتغرال راه ما يمكنش تقراه اذا كنتي ما قاريش واحد الفقره في الديريفابيتي وكنتي ما فهمتش الديريفابيتي اللي هي لي بريميتيف الدوال الاصليه. اذا كنتي ضابط الدوال الاصليه فكيسهل عليك تفهم الكالكول انتغرال انك تحسب دي زانتيغرال. وكذلك كالكول انتغرال هاد الدرس هذا راه كتجمع كل شيء الكونتينيتي لي سويت ديريفابيليتي ايتيود فونكسيون تا فرول الالين ليكسبونسيال، خصك تكون فاهم هادشي كله، وهاد الكور تيخليك تخدم جميع القدرات الذهنيه ديالك والمعلومات ديالك اللي اكتسبتيها في الاناليز في التحليل. هذا الكالكول دانتيغرال كيخليك تخدم كاع داكشي، دونك اللي وصل النيفو ديال انه يضبط الكالكول دانتيغرال فهو ولا واعر في الاناليز، وبالتالي كيكون ضمن اكثر من 50% ديال النقط ديال الامتحان الوطني، وكيكون ضبط اكثر من 50% حتى 60% ديال البروغرام اللي كاين.
دروس ديال الدوره الثانيه ان شاء الله غنهضروا عليهم ملي غادي يوصل الوقت ديالهم. بالنسبه لديغو سورس اللي تعاونكم باش نتراجعوا هذا الشيء هذا، كاين واحد ريزومي درتو كاين في اليوتيوب، كاين في البلاتفورم، كاين في فيسبوك حتى هو، كنشرح فيه الكونتينيتي ريسويت ديريفابيلتي الطافرول ال ان اكسبونسيال نوم كومبلكس كلهم في فيديو واحد فيه جوست سوايع فقط. كاين واحد خاص بالثانيه باكسيونس مات، وكاين واحد خاص بالثانيه باكسيونس اكس. غنوريهم لكم دابا. الا قلبتوا في لا ريشيرش في اليوتيوب فغادي تلقاو الا كتبتوا هاد العنوان كتبوا غير ملخص دروس الرياضيات الثانيه باك، وكتبوا حداها اجي تفهم اكاديمي سمي ديال لاشين، وغيطلع لكم هاد الفيديو ديال سيونس مات جميع دروس الدور الاولى. هاد الملخص صراحه من احسن ملخصات اللي درتهم. وكاين هذا ديال الثانيه باك سيونس اكس يعني سيونس فيزيك و اس بي تي، وكاين هذا ديال سيونس ايكونوميك ديال الاستاذ ياسين. دونك هاد ثلاثه ديال الفيديوهات سورتو لي دو راهم مهمين بزاف، حاولوا تشوفوهم وغادي يعاونوكم باش تراجعوا داكشي اللي شفتوه من قبل. الفيديو ديال الحد اللي فات كان هضرت لكم على شات جي بي تي، كنتمنى انه يكون نفعكم، ومازال غنزيد نهضر لكم عليه ان شاء الله. كذلك كنت ناوي نجاوب على لي كيسيون ديال التلاميذ اللي سولوني في لي كومونتير، غنشوف دابا لي كومونتير نجاوبكم. دونك انا غنختار بعض الاسئله اللي بانت لي خصني نجاوب عليها، وكاين اسئله اخرى غنجاوب عليها غير يعني هكا شفويا. كاين لي كومونتير اللي غنبينهم لكم هنايا وغنجاوب عليهم، كاين لي كومونتير اللي غادي نقراهم وغنجاوبهم عليهم بزاف حيت كاينين بزاف. هذا لي كومونتير ديال عيسى، قال لي استاذ ممكن تحط لنا شي امتحانات وطنيه علوم رياضيه وشكرا على المجهودات ديالك. كاين هاد القضيه، انا حاط امتحانات ديال العلوم الرياضيه في اليوتيوب، غتكتب بريباراسيون ليكزامان ناسيونال غتلقاهم. واللي بغى شي حاجه جديده اللي تجيب فيديوهات جداد فغادي يلقاهم في البلاتفورم اجي تفهم اكاديمي. البلاتفورم غتلقاو لينا في الديسكريبسيون، غتدخلوا المنصه هي هذه وغتقلبوا على سلسله استعداد الوطني، ها هي بريباراسيون ليكزامان ناسيونال 100 ساعه. فهنا غتلقاو هي سلسله مدفوعه ولكن فيها فيديوهات، بعض الفيديوهات اللي مجانيه بحال دابا 89 دقيقه و 118 دقيقه هذه مجانيه. هذه لي دو واللي بغى يشترك في هذه السلسله ابتداء من دابا ممكن، راه مفتوح التسجيل فيها وغتلقاو دي زيكزامان بلون تا هما مقطوطين. قال لي كتشوفوا فيها غراتوي بحال هكا راه فابور. الحصص الاولى هذه صراحه من احسن الفيديوهات اللي درتهم، وكيخلي الواحد يكون مستعد جد 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 مستعد للامتحان الوطني الثاني باك سيونس مات، ودايرها كذلك بالنسبه للثانيه باك سيونس اكس. فغتقلبوا على سيونس اكس حتى هي فوالا بريباراسيون ليكزامان ناسيونال دوزيام باك سيونس اكس كومبلي، حتى هي نفس القضيه مقسم داكشي على حسب هادشي دو فونكسيون هذا فوالا نفس القضيه ديال لايف مع التلاميذ كنت كنديرهم. ومازال اللي كيشارك في السلسله كيستافد منها من دابا، يعني كيقدر يشوف الوطنيات الى اخره، وكذلك كيستافد من لي لايف اللي غادي يكونوا في الشهر ديال استعداد الامتحان الوطني، اللي كيشوف هاد الفيديوهات وزياده. هذا الكومونتير ديال زيد صراحه هو واحد من المشتركين، قال الاستاذ انا مشترك عندك في المنصه صراحه بدون مجامله، الله يبارك فيك سي زيد، واخا ما السميه ديالو كنظن ماشي هي السميه اللي داير، حيت ما عقلتش انا شي واحد مشترك سميتو زيد، نقدر اكون شايفه ولكن ما عقلتش. المهم شكرا لك بزاف، تحياتي لك. كاين كومونتير ديال مروه قالت الاستاذ عفاك شي نصيحه، انا كنخدم بزاف ديال التمارين ولكن كنحس بحال دوك الافكار كيبقاو لي مشتتين، هادشي علاش كنبقى بحال لي غير حافظه ما فهمش. الحل ديال هاد القضيه هو انك يعني تختبر راسك، يعني خصك تختبر راسك من بعد ما تعلمتي. ثانيا اللي كيدير هادشي هو الكتب ديال الحلول والتمارين، كتب ديال الحلول والتمارين هي مزيانه ولكن للاسف ما كيديروش كيفاش لي زيتاب ديال لاناليز اللي داروا باش يكتبوا هذاك الحل. انت كتشوف لك الحل اللي هو النتيجه النهائيه، النتيجه النهائيه ديال الجواب من بعد تفكير عميق ومن بعد كتابه في ورقه الوسخ عاد كيتحط هذاك الجواب النموذجي. دونك هذا الشيء اللي كندير في بلاتفورم جيت فهم اكاديمي، كاين فيديو الشرح ديال اللي كنت نقدم شي تمرين، فكان في اللايف كنفكروا حنا كاملين لدرجه انه ديما يعني 90% ديال الاحيان تنكون انا براسي اول مره نخدم هذاك الاكزرسيس. دونك
كيشوفوني حتى انا كيفاش كنتعامل مع الاكزام، كيفاش كنفكر، شنو هو الوساخ اللي كندير، شنو المحاولات اللي كندير، شنو هما لي زيتاب داناليز اللي كنديرهم باش نقدر نوصل للحل ديال داك التمرين اقرب وقت وباسرع طريقه ممكنه. عاد كنحط لهم بي دي اف اللي مكتوب فيه الجواب، دونك كيشوفوا الجواب في اللايف، ولكن اللي مزروب ولا شي حاجه من بعد ما كيبغي يراجع كنكون حاط لهم لي بي دي اف باش كيمشينيش بي دي اف كيشوف الجواب، لانه ديجا حضر معايا في اللايف اولا شاف الفيديو مسجل وشاف كيفاش فكرت باش جاوبت. دونك هذه لا فالور اجوتي ديال البلاتفورم اجي تفهم اكاديمي. دونك اللي بغى يخدم عاوتاني بوحدو يكفي انه يعني ملي يكون باغي يخدم يحاول يسول الاستاذ ديالو كيفاش وصلتي لهذا الحل وهذا، وكيفاش نفكروا، كيفاش جينا الفكره. هذا الشيء هو اللي كيخليك تتعلم باش كتجي تيستي راسك مع شي تمرين، تخرجوا راسك كتلقى راسك عندك افكار، كتحاول كدير شي حاجه، ماشي كتبقى تقارن مع تمارين درتيها سابقا. نزيد نشوف لي كومونتير اللي مازال. مختار قال لي صراحه محتوى ناضي، ان شاء الله كل حد عندكم فيديو ان شاء الله، واللي عنده شي كيسيون يطرحها في لي كومونتير باش الفيديو الجاي نجاوب عليها. جاوبت كاع الناس دي كومونتير ايجابيين. كاين ايجوكي سينتاكس، شكرا استاذ، انا دوزيام باك باقي معطل، حنا وصلنا للفونكسيون لوغاريتميك وباقي ما فاهمش لي سبيت ايتي دو فونكسيون. هادشي اللي قلتيه رانا جاوبت عليه في هذا الفيديو، هو الموضوع الرئيسي ديال هذا الفيديو. استاذ بغيت الدروس ديال الرياضيات الثالثه اعدادي احرار، راه كاينه في البلاتفورم ماشي تفهم اكاديمي، دخل دير دوزيام باك دير تخوازيام اني كوليج وغتلقاها. استاذ شحال بالك خاصنا نخدموا الماط في النهار وحتى الفيزيك؟ على حسب كل واحد يعني شحال ديال الوقت، هادي زعما هي ما كتحسبش بالوقت، ولكن كتحسب شحال درتي ديال شحال ديال المعلومات دخلتي لراسك. هذا ربما نهضر عليه في فيديو قادم ان شاء الله، هذا موضوع زوين نقدر نهضر عليه في الفيديو الجاي حيت فيه بزاف ديال التفاصيل. استاذ ممكن دير لنا كيفاش نتعاملوا مع الاناليز في الفروض وحتى اذا خدمنا اكستريم ناسيونال؟ الاناليز راه قلت يعني الا شفتي هذا الفيديو غتكون ربما تكون جاوبتي على السؤال ديالك، اكون جاوبت على السؤال ديالك كيفاش نتعاملوا مع الاناليز ال ان اكسبونسيال كتخدم بهم في الدروس السابقه. صافي دابا نشوف لي كومونتير ديال الفيديو اللي حطيته ديال الذكاء الاصطناعي ديال شات جي بي تي. عرب كارس قال لي بالنسبه لمن يريد دراسه الذكاء الاصطناعي عليه بدراسه الخوارزميات البرمجيه بلغه بايثون، حساب تكاملي، احتمالات، تحليل الجبر الخطي، فعلا هذا الشيء هو اللي خصو تدرس. شكرا. كاين الناس عجبهم هذا الموضوع ديال الفيديو، ان شاء الله مازال نزيد نحط لكم على شات جي بي تي. واحد عنده اور شين قال لي ويلا حطينا ليه دوك المعضلات اللي خدامين اللي على شات جي بي تي، حطينا ليه المعضلات ديال اللي خدام الرياضيين، واش يقدر يساعدنا بحال مثلا يلقى لنا قيمه بي؟ صراحه يلقى قيمه بي ممكن ماشي يلقاها اكزاكتومون، يقدر يلقى لك واحد التقريب معين ديالها، يعني واحد العدد ديال الارقام ورا الفاصله يقدر يلقاهم لك. سينو الفاصله ديالها ما كتنتهيش. دونك المعضلات اللي خدام اليوم الرياضيين ما يقدرش يحلهم كاملين صراحه، لانه يعني راه التفكير البشري باش كيلقى السوليسيون ديال شي حاجه ماشي بحال الكمبيوتر. طريقه التفكير ديال البشر يقدر يحاكيها الكمبيوتر، ولكن ماشي بصراحه سبحان الله. الله خلق الدماغ بواحد الطريقه ديال اللي كيشتغل بها الدماغ، صعيب انها تيميتا بشي اله ولا شي حاجه. بيان سور الكمبيوتر اسرع وكيدير حسابات في واحد جزء من الثانيه، ولكن كيبقى الدماغ البشري هائل. كومونتير ديال انس اللي هاد جي بي تي فيه 175 بليون ديال المعلومات، العام الجاي غيكون فيه 100 تريليون ديال المعلومات، يعني غيولي غيعاوننا بزاف. صح، شكرا على الكومونتير ديالك. هاد ايلون ماسك غادي يودرنا. دونك جاوبت على لي كومونتير. واحد كاراسكو قال مكلخ هذا الروبو، قلت له كيفاش نجيب 20 في الماط؟ قال لي ضرب جوج في 10. اتي تمشي معاك لو بقيتي كتضحك معاه تا هو تيشد فيك، هو تيشد فيه تيشد فيك تا هو.
دونك كنتمنى نكون جاوبت على الكومنتار ديالكم. اللي عنده شي كومنتار اخر يقدر يخليه لنا باش ان شاء الله الفيديو الجاي نهضر عليه. غنشوف لي كومنتار ونقدر منهم نختار موضوع ديال الفيديو الجاي. زائد اللي بغى يشارك في منصه اجيت فهم اكاديمي مع اللي يتواصل معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم الاستاذ زكريا وبيشم لا بلاتفورم اجيت فهم اكاديمي.